صنم كلا ولا بنطلب النجدة من القوم العام. الكل يعرفني أنا بسحاق عنوان الكرم والقبيلة أساسي ومقراسي من الناس الكرام. على نهوج القبيلة والعز رافع للعلم، الجود والجودات والمعروف تاجي والوسام. حتى ولو قد صاحبي بالغدر صمم واتهم، والحق واضح والبري داخل سجون الاتهام. قصيدة كلمات منصور محمد الفيصلي أبو يعقوب تعبر بما فيها بعنوان القبيلة الأساسي ومغراسي. يلحنها فايز أبو شمس الكليبي ويعزفها أبو خليل عبد الفرحان وإيقاعها زبيد عبد الفرحان. مع تحيات تسجيلات الفايز دمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة. واستغفرك يا رب واترجاك لي حسن الختام، واسكى صلاتي للنبي المصطفى سيد الأمم، شفيع كل الخلق من نيرانها يوم الزحام. الفيصلي قال ما يجوز اركع لتمثال الصنم، كلا ولا بال طلوب النجدة من القوم اللي عام. الكل يعرفني انا بسحاق عنوان الكرم، والقبيلة احساسي ومغراسي من الناس الكرام. على نهوج القبيلة والعز رافع للعالم، الجود والجودات والمعروف تاجي والوسام. شاهدين الزور باعوا للضماير والذمم،
ولكن الله أزهق الباطل وأزهق من دعم، أحول شهوده للصواب والحق مضمون الختام. أتراجع كل الشهود والمدعي جاه الندم، ويوضحون الكل والإثبات في شرح المهام. توضيح إن المتهم ما كان موجود في الملم، وموقع الإجرام ماشي له صلة فيها وملام. أوصيتنا بالصبر والصبر بفضلك مهتزم، وإحنا صبرنا واحتفظنا بالصحب دايم دوام. أوصيتنا بالصبر والصبر بفضلك مهتزم، وإحنا صبرنا واحتفظنا بالصحب دايم دوام. لكن أسف أصحابنا ما حد تدخل والتزم، عقبالنا وعيالنا مفروض يسعوا للسلام. يتدخلوا بالحق لأن السيل ما قد سال عم، والكل يعرف كل شيء أين العدالة والنظام. ليش مخفيين الصدق شجعتوا مخطط من رسم؟ يا ويل من يخفي شهادة حق ساعات المهام. يا هاجسي صيغ القوافي عبر موجات النغم، مضمونها أغلى تحياتي لمرفوع المقام. يا هاجسي صيغ القوافي عبر موجات النغم، مضمون
والعفو لا شيء قصره.